بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لحضراتكم نوع من أنواع النباتات جميل جدا ومش بيحتاج أي عناية، وما شاء الله يعني الأمراض بتاعته قليلة جدا. اسمه الإيفوريبيا صبار الجوافة، الإيفوريبيا الحليب، هو اسمه كده صبار الجوافة، صبار الجوافة الإيفوريبيا الحليب. تمام، اهو بصوا حضراتكم اهو شايفين الساق بتاعته اهي، وفي منه اهو لما بيتحط في الشمس بصوا سبحان الله العظيم، بصوا بيتحول للون الاحمر، صبار الجوافة الإيفوريبيا الحليب دون. وده في نوع اهو تاني، نوع تاني نفس الفصيلة، هو حوالي 65 نوع، العائلة بتاعته حوالي 65 نوع. اهو بصوا حضراتكم ده نوع كمان اهو، اهو الإيفوريبيا الحليب، اوريهولكم من بعيد اهو. تمام، الساق بتاعته هو من العصاريات. تمام، ولو تلاحظوا حضراتكم يعني بصوا هنعمل مثلا كده اهو، بتطلع المادة اللبنية اللي حضراتكم شايفينها دي مادة سامة. تمام، دي حضراتكم مادة سامة اهي، شايفينها اهي. فالإيفوريبيا الحليب اهو هي العائلة بتاعته حوالي 65 نوع زي ما حضراتكم شايفين، ده نوع. تمام، وده نوع، وده نوع، ده نوع تاني. تمام، هو مش مكرمش، بس هو عشان الدنيا حر، سوري اسفة، مش مريض يعني، هو عشان الدنيا حر. الإيفوريبيا الحليب دون حضراتكم من العصاريات، مش بتحتاج أي نوع من أنواع المجهود ولا العناية، الآفات بتاعتها تكاد تكون قليلة علشان هو مادة سامة. طبعا يعني بيحافظ على نفسه، وسهل التقاصر جدا جدا جدا. بناخد أي جزء من الزرع، بناخد أي جزء من النبتة اللي احنا عاوزين نعمل منها مثلا التقاصر، وبنتركها حوالي يوم او يومين وبنحطها في الارض على طول. تمام، اللي حضراتكم شايفينه ده انا ما خليتهوش يوم ولا يومين، انا خدت جزء يعني الفرع اللي انا عايزه اعمله منه التكاثر من النبته الام، وخدت الفرع سوري عفوا، ورحت حطيته في الارض على طول. تمام اهو، يعني مثلا دي حضراتكم شايفينها اهي، دي انا خدتها من النبته الام ورحت حطيتها في الارض على طول. تمام، فمثلا لو عايزين مثلا نجرب، هشوف عايزه اوري لحضراتكم يعني مثلا اهو بصوا حضراتكم دي، ده اهي ثانيه واحده اجيبها لكم، معلش بعتذر عشان في اصوات بره بتاعت العربيات ومونه وكده. دي مثلا هناخدها من النبته الام اهو زي ما حضراتكم شايفين، هنحاول ندفن. تمام، وهنغرز على طول، انا التجربة دي عملتها ونجحت. تمام، يا اما التجربة الاصح بتاخدوا الفرع اللي حضراتكم عايزينه وبتكسروا وتسيبوه يوم او يومين عشان الجزء اللي احنا كسرناه يجف شوية ونزرعه. فالنبتة دي جميلة جدا، ما بتحتاجش اي نوع من انواع العناية الجامدة، ممكن يعني نجيب لها NPK او اي مقوي عام، ممكن مثلا مره في الشهر او مره كل شهرين. تمام، بصوا حضراتكم جميله جدا، انا عايزاكم تحاولوا تجيبوها لان هي فعلا من النباتات اللي بتعيش والعصاريات اللي ما بتحتاجش اي مجهود، وفي انواع منها اللي هو زي حضراتكم شايفين لما بتيجي عليها الشمس بتبقى لونها حلوه قوي احمر زي ما حضراتكم شايفين كده. كده احنا اتكلمنا عن الإيفوريبيا صبار الجوافه، إيفوريبيا الحليب، واتكلمنا على العناية بتاعته، قلنا ما بيحتاجش اي نوع من انواع العناية خالص، الامراض بتاعته تكاد تكون معدومة علشان خاطر المادة السمية بتاعته. خلي بالكم يا جماعة هو سام. تمام، يعني اللي عنده اطفال ولا حاجة بعد اذنكم يحاول ايه الاطفال ما يعني ما تقربش منه، او الحيوانات او كده الحيوانات الاليفة. خلاص، يبقى احنا عرفنا التكاثر بتاعه ازاي، عرفنا الامراض بتاعته تكاد تكون معدومة ما فيش امراض، عرفنا ازاي نعتني بيه، وعرفنا المقويات بتاعته احنا نعمل فيها ايه. يا ريت يا رب تكون الفكره عجبت حضراتكم، وحاولوا تجيبوه ازرعوا، والزراعه حياه. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.